أيا من فقدت النور عفوا، لأنت البدر يسطع في الحياة، لأنت الشمس تعلو في ذراعها، وأنت الفجر أشرق بالغداء. أنا منكم أرى بعيون قلبي، وأرى للنجاح وأرنو للنجاح بكل آت، ولي بين الورى أحلام فوز أكابدها بشوق ملء ذاتي. نعم أنا منكم، تخونني قدمي لكن لا تخونني إرادتي. أتحدى الخوف بالثبات، وحين أخاف أتحدى الخوف بالشجاعة. أريد الدمج حيا بين أهلي، أريد الدمج في كل الحياة، أريد أن أعيش كأي فرد يحس بأنه ضمن البناء، يشارك في الحياة بلا حدود ويمنح كل أسباب الحياة. خذونا بينكم نمضي سويا ونسعد في الحياة وفي الممات، نحطم عجزنا نزهو جميعا وتبتسم الإعاقة للحياة. أنا قادر فاسمعوني، أنا قادر، عملي ينطق قبل كلماتي، نعم أنا قادر، أعشق الحياة. أنا قادر، نرددها معا حتى يسمعها كل الكون. فحين يقرر الإنسان أنه سينجح، فلا بد أن الحياة ستفتح أبوابها له. مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنا قادر، وما زلنا في أيام الإعاقة العالمية، ويسرنا أن يكون معنا اليوم نموذجين رائعين تحدوا الإعاقة وحققوا إنجازات لم يحققها الإنسان العادي. رحبوا معنا مشاهدينا بالأستاذة ألطاف مطر، وهي بطلة رياضية بعدة رياضات وأيضا فنانة تشكيلية. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يا أهلا ومرحبا. وأيضا يسرنا الترحيب بالأستاذ محمد جندل، وهو رياضي وعازف ومغني. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك، يعطيكم العافية. يا أهلا وسهلا. وكمان معنا الشاب منتصر بالله عدنان البارد، حضرتك كمان ضابط إيقاع نورتنا، وأهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، يسعد أوقاتكم ببرنامجكم أنا قادر. خليني أبدأ من عندك يا ألطاف. يا أهلا ومرحبا بكم. يعني ما شاء الله رياضية، فنانة تشكيلية، إبداع. يعني نحن وبنحن بأيام الإعاقة بنحب نضوي على ما شاء الله المتميزين حتى تكونوا قدوة لناس عم تحضرنا. خلينا نحكي شو اللي بيخلي هالعزيمة تجي عندكم، شو اللي بيخليكم انه تبدعوا، شو عم يخليك دفعك انك هيك تتألقي؟ اللي خلاني ابدع، اول شيء تشرفت اني اكون معكم اليوم، بالشرف الكبير انه يكون بإذاعتكم. اللي خلاني ابدع، اول شيء بحب اعيد على اشخاص ذوي الاعاقه بمناسبه عيد الاعاقه، كونه كان 3 كانون الاول. فعلا حابه احكي في كثير فرق بين شخص عاجز وشخص ناجح. فعلا انا ما بدي احكي عن الشخص العاجز، انا بدي احكي عن الشخص الناجح. تمام. مشان الشخص الناجح بياخذ صفات، يعني هو فعلا عم يقاتل مشان هاي الكلمه. تمام. هاي الكلمه، اول شيء الشخص الناجح هو عنده ايمان اول شيء برب العالمين. تمام. عنده إيمان بنفسه، عنده إيمان بقدراته، عنده إيمان جواته بالثقة بالنفس القوية. هذا الشخص صاحب إرادة وتصميم والإصرار عنوانه. حلو. ليوصل لهي الكلمة كلمة نجاح. العاجز هو عكسه تماماً. ما عنده إرادة ولا عنده حتى طموح أنه ينجح ولا عنده شيء. فعلاً. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا. يا أهلا وسهلا. نحن شايفين معك عود، يعني قبل ما نبلش هيك، قبل ما نحكي، شو رأيك نسمع شوي من العود بعدين نتعرف على حضرتك؟ رح يشاركك أكيد مصطفى. ما منتصر. منتصر أكيد. تفضل عليم. كمان تفضل. Thank you.
الله يعطيكم ألف عافية. الله شو هالعزف اللي بيجنن يا أستاذ محمد ويا منتصر، يعطيكم ألف عافية. أستاذ محمد، أنا حابة أعرف من حضرتك، أنت فقدت البصر وكنت عمر واعي فيه، هاي المرحلة أكيد كانت صعبة كتير حتى تتقبل هاي المشكلة اللي صارت معك، احكي لنا كيف كانت هاي الفترة الصعبة وشو اللي خلاك فعلا أنك تتحدى هاي الإعاقة؟ أكيد مثل ما تفضلتي فترة صعبة وانتقالية. بأي عمر هي صارت أستاذ محمد؟ كان عمري 13 سنة. 13 سنة بأول الشبط. نعم. شو السبب اللي خلاك تفقد؟ حادث يعني صار معي حادث وعلى أثره فقدت البصر. طب شو اللي خلاك كيف تقبلت الفكرة أول شيء؟ قد إيه كانت صعبة عليك أستاذ محمد؟ هلا هي طبعا صعب كتير انه الانسان يكون يبصر النور وفجأة هيك يصبح فعلا تمام، يصير في الظلام. تمام. فرب العالمين اكرمني طبعا اكيد، وبالارادة وبتشجيع اهلي اني انا اتجاوز المرحلة هي الصعبة، وقدرت الحمد لله بفضل الله عز وجل الحمد لله، ومن ثم والدي ووالدتي الله يرحمهم. الله يرحمهم. هن كانوا سبب رئيسي ب يعني تجاوزت بدعم أكيد. اهلك يعني كمان اكيد يعني. طبعا اكيد طبعا. تمام. وقفت اهلي ومعي واخواتي وكذا، فاعطوني العزم والاصرار اني انا اتخطى المرحله هي العصيبه. تمام. يعني ان شاء الله ما شاء الله، يعني هاي متخطيه وعم تبدع ما شاء الله بمجال العزف، وهسه في مجالات ثانيه بنحكي عنها. يا منتصر اهلا وسهلا. تربطك صله قرابه فيه؟ عمي. عمك هو اللي علمك العزف؟ هو اللي شجعك تعزف؟ انا كنت صغير وهو كان رفيق الوالد، وقال احنا عندنا فرقه انشاد انا وابي واخواتي وهيك. تمام. كان يجي لعند والدي ويتعب علينا شوي لانه استاذ موسيقى الاستاذ محمد. وانا هوايتي من صغار تعلمت ودربت شوي والحمد لله. تمام. وبترافقه دائما لعمك؟ ايه لك. حلو كثير. خلينا نرجع لعندك استاذه الطاف، اهلا وسهلا. حضرتك يعني مثل ما بنعرف انت متميزه باكثر من مجال بالرياضه، خلينا نضوي على هي النقطه وشو هن المجالات الرياضه المتفوقه فيها انت حضرتك؟ انا بلعب رياضه اكثر من لعبه، انتسبت لنادي الامل بال2000. بلعب اول لعبه طاوله بينج بونج. تمام. بلعب كمان ريشه تنس على الكراسي المتحركه، اضافه لكمان لعبه العاب قوى ما شاء الله بثلاث العاب، هي القرص والربح والقله. كمان هدول الالعاب الثلاثه كمان مراكز اولى، اضافه ل ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني عددهم القوه البدنيه كمان عليكي. كله مراكز اولى تقريبا كلها شهادات. طب شو اللي خلاكي هيك تتجهي للرياضه؟ قد ايه انت يعني بتحبيها من انت وصغيره مثلا، ولا اهلك شجعوكي؟ شو اللي خلاكي تتوجهي للرياضه؟ شوفي، هو الرياضه حياه. تمام. اكيد هي يعني هي اهم شغله من نحن صغار، اللعب بلش من نحن اطفال كلياتنا، اهم شيء الرياضه صح ولا؟ يوم جيت على صف السابع وثامن كان عندنا درس رياضه، انا صار عندي حادث وصار عندي بتر مركبه طرف صناعي. يوم يعني هو هيك مشكلة الإعاقة صارت من حادث انت حادث سيارة. حادث سيارة. نعم. يوم كنا بأي عمر هذا الحكي؟ كان عمري 8 سنوات. 8 سنوات. يوم كنت بالإعدادية، أنا كنت بمدارس العادية، مشان الوضع الصحي يجوا الأساتذة شو يعملوا، يحطوا لي كرسي على جنب إنه مشان ما يخافوا، مشان إنه حدا يوقعني أو شيء. تمام. كان في درس الرياضة يومها بتذكر إنه رمي القرص، عم تعطيهم الانسة، جيت قلت لها مشان الله خليني اشارك، خليني اجرب، يعني صار عندي هيك انه هذا شغف انه لا. قامت قالت لي تعي، قمت يوم ضربت القرص جبت مسافه اكثر منهم. جيت قلت لها ما فيني اشارك، قامت قالت لي بعتذر منك. نحن بعد انسرتات كمان نحن عم نحكي عم نشوف المشاهدين عن الرياضه. قالت لي نحن نعتذر منك انه بعده ما في هي الرياضه مشان خاصه فيك انت، مشان وضعك احبطتي هون وقتها. احبطت يعني انا يعني خصوصا جبت مسافه اكثر فعلا صار يعني. راحت الايامات دخلت على معهد التاهيل المهني، تعلمت مهنة الخياطة. هنيك عرفت انه في رياضة خاصة بالذوي الإعاقة. تمام. دخلت بال2000 بالنادي الأمل، انتسبت لهنيك، واول لعبة كنت احبها هي قوة البدنية. ما شاء الله عليك، وبلشتي من وقتها حققتي هالبطولات. ولسه حاليا نحن عم نلعب لعبة جماعية كمان هي كرة سلة.
كمان رح ننتقل للأستاذ محمد، كمان بيلعب رياضة الأستاذ محمد. خلينا نحكي عن تجربتك بالرياضة، انتسبت أنت منعرف لفريق، شو اللي انتسبت له، شو الرياضة اللي بتلعبها؟ طبعا أنا بلعب عد، يعني شو بدي لك، بمارس لعبة الشطرنج يعني، تمام، وسباحة وكرة الهدف. ما شاء الله، كمان نحن هلا رح نشوف انسرتات لك هيك كمان. ايوه انتوا عم تلعبوا رياضه، كمان المشاهدين عم يتفرجوا كمان، حلو كثير. يعني قد اي بتحب اكثر استاذ محمد، ان كان بتفضل العزف كموسيقى؟ نحن سمعنا من منتصر انه حضرتك استاذ موسيقى، استاذ موسيقى حضرتك بتدرس ما شاء الله العزف على العود بتدرس. اكيد عود وكمان ما شاء الله. ولا رياضه اي بتحب اكثر، بتميل لاي اكثر؟ والله اثنين فيهم احساس. واي عمل من دون احساس ما في نجاح. ونحن وصلنا احساسك بالعزف، فلما نكون يعني هيك بنتساءل عليك اذا كمان حابين نسمع شيء منكم. كمان ما بتغني حضرتك استاذ محمد؟ يعني اذا هيك بتدندن شوي معنا بشكل. شكرا لكم، تفضل. هلا بتحبي سمعك لست فيروز ولا عزيزه جلال؟ يلا اثنين حلوين، شو رايك استاذه الطاف؟ مو اثنين حلوين، هي اللي بدك اياها. يلا فيروز اذا بدك، اي حدا تفضل. يعطيكم الف عافيه، يسلم هالصوت ويسلم هالعزف. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. استاذه الطاف، انا اللي لفتني بالرياضه حضرتك يعني لعبه رياضه، بس شكلها بلشت من يوم رمي القرص، يوم رميتي يعني اخذتي ما شاء الله يعني مسافه بعيده، فشو اللي خلاك تتجهي انا بعرف لرفع الاثقال وهي رياضه رجاليه؟ يعني خلينا نحكي عن هاي التجربه. طيب نحن عم نطلب بالتساوي. صح. اللي خلاني اول ما بلشت بالرياضه هي القوه البدنيه. القوة البدنية بتعلمك على الصبر، بتعلمك على التحمل، بتعلمك على التحدي، واهم شغلة انك عم تبني جسم كمان. جسم هذا ما عم تبنيه انت، خصوصا نحن كاشخاص ذوي الاعاقة، كمان نحن بدنا شيء انه جسمنا يضله قوي فعال مشانه عندنا مستقبل، صح ولا؟ مشان هيك انا هي اللي خلاني اتشجع وفوت على القوة البدنية اول ما بلشت.
تمام، بس اسمحوا لنا رح نتابع حوارنا معكم، بس في فعالية بروضة الأطفال بمدينة جبلة، والروضة تشاركية هي مع مؤسسة التعاون السوري الروسي، ومعنا كمان خلونا نشوف مقتطفات منها، وكمان معنا اتصال مع الدكتور وسيم ديب، هو مدير مركز كفاءات والمشرف على الفعالية وكان ضيفنا قبل. يسعد أوقاتك دكتور. الله يسعد أوقاتكم بكل خير أستاذي. يا أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير بمناسبة أيام الإعاقة. وأنتم بألف خير، والأشخاص ذوي الإعاقة في كل العالم بألف خير إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. كنا عم نحكي أستاذ وسيم عن الفعالية اللي قمتوا فيها بمدينة جبلة، خلينا نضوي شوي على هاي الفعالية، وشو الرسالة اللي حبيتوا توصلوها من خلال هاي الفعالية؟ أكيد نحن كانت فعالية بعنوان قلوب صغيرة، بالقدمة مركز أطفال وكادر مركز كفاءات للتربية الخاصة بإشراف مؤسسة التعاون السوري الروسي، باليوم العالمي لذوي الإعاقة في 3 ديسمبر الموافق من كل عام. كانت الافتتاحية مثل ما حكينا بعنوان الفعالية قلوب صغيرة، كان فيها كلمة افتتاحية باسم المؤسسة قدمتها أخصائية التربية خاصة بالمؤسسة. طبعا الفعالية تمت بروضة تابعة كمان لمؤسسة التعاون السوري الروسي، روضة لينجو كيتس. تم دعوة المجتمع المحلي، شخصيات اعتبارية من المجتمع المحلي، بالإضافة إلى فرقة موسيقى، طبعا بالإضافة إلى حضور الأهالي وحضور الكادر التعليمي وأطفال الأسر ذوي الإعاقة وعدة مؤسسات، مدراء مؤسسات تعليمية وروضات، كأحية فرقة موسيقية محلية قدمت أغنية بعنوان قلوب صغيرة. كان طبعا تمثيل الرقصة والأغنية، الرقصات كانت من أطفالنا، من أطفال مركز كفاءات التخصص للتربية الخاصة والدعم النفسي والاجتماعي. طبعا نفذوا الأطفال قسم متلازمة داون، نفذوا فقرة فنية راقصة كانت عبارة عن رياضة هادفة، تمييز اتجاهات وأعضاء الجسم، يعني كانت أغنية بعنوان اليد اليمنى، يعني كانوا ينفذوا هاي الأغاني بالإضافة إلى تعميم وتنفيذ أهداف تعليمية وتربوية هنون منفذينها بالمركز، يعني بيتعلموها مع الأخصائيين بالمركز. يعني قد كان التفاعل حلو أستاذ دكتور، قد كان تفاعل حلو ما بين المشاركين والأهل وحضرتك؟ كان رائع جدا جدا، بالإضافة لمشاركة أطفال الروضة العاديين، وكان كتير تفاعل حلو، كان في حفل ترفيهي كمان للأسر، يعني كان في مشاركة حلوة كتير من الأسر، يعني لتفريغ الضغوط، تعرف الضغوط اللي عم تعيشها الأسر بهالأيام مع أطفالهم وبشكل عام، يعني أطفال ذوي الإعاقة. فتم مشاركة الأهل لتخفيف الضغوط النفسية ودمج الأطفال ذوي الإعاقة، إيمانا منا برسالة كتير كبيرة، هدفنا دمج أشخاص الإعاقة ذوي الإعاقة مع الأطفال الطبيعيين بالمجتمع، لنشر ثقافة الدمج والتقبل لأطفالنا مع الأشخاص الطبيعيين، وتغيير النظرة اللي شوي بتكون أيام سلبية. يعني هاي الرسالة دكتور وصلت، وهي الرسالة، يعني هاي رسالتكم أنه دمجوا الأطفال. أكيد في شيء تاني حبيتوا توصلوه من خلال هاي الفعالية؟ والله هلأ مثل ما حكيت لك، يعني رسالتنا هي الدمج، تقبل الأطفال، محبة الأطفال، التذكير بهذا اليوم أنه هنن لهم يوم مميز كل عام لازم نذكر فيه، مثل مشاهدينا ما بيسمعوا بيعرفوا كل المراكز وكل المنظمات، ونحن رسالتنا إن شاء الله معهم أنه دائما مستمرين معهم لهي الأطفال ومع أسرهم بإذن الله تعالى. يعني دائما دكتور وسيم انتم قد، يعطيكم الف عافيه دكتور وسيم. شكرا لك لمداخلتك الرائعه بالاضاءه هيك فعاليات. شكرا يا اهلا وسهلا دكتور وسيم ديب، مدير مركز كفاءات، يعطيك الف عافيه. يا اهلا، خليني ارجع لعندك استاذ محمد. خلينا نحكي عن الرياضه اللي بنرجع نركز، قلت بتلعب شطرنج بتلعب السباحه ما شاء الله، يعني اي الاغلى لقلبك، اي اللي بتحس حالك انه عم تبدع فيها اكثر الرياضه؟ هلا طبعا هي الشطرنج رياضه فكري. العقل اكيد، يعني تمام. التفكير التركيز الكذا، يعني فيها شغل، فيها هيك تمام. والسباحه كمان يعني بتحبك اكثر ولا طبعاً. تمام طبعاً. يعني الرياضه البدنيه بتحبها اكثر يعني من العقليه، ولا نفس الشيء الاثنين عم تستمتع باللعب فيهم؟ كوني اني بمارس 3 رياضات تمام، لسه في عنا رياضه كره الهدف، كره الجرس، هي كره صعبه تمام، يعني طابه بالجرس، و شفنا لقطات منها فعلا حلوة، ومباراة يعني عم تصير تنافسية حلوة بين المحافظات. أكيد بتصير ولا بس ضمن المحافظة الواحدة؟ يعني بثانيتين بتغير
مجرى الشوط كله مباراة. حلو تمام. استاذ محمد كمان على الموسيقى، انت شو اللي خلاك تحب؟ هل لانه مثلا بالعائله مثل ما سمعنا من منتصر انه مثلا بالعائله في انشاد هو اللي استهواك خلاك تنتقل للموسيقى، ولا انت لحالك بتحب الموسيقى؟ لا هلا الموسيقى اكيد انا من الصغر يعني وقت ما دخلت المؤسسه النموذجيه للمكفوف رعايه المكفوفين. تمام. هي وين؟ بدمشق؟ طبعا ببلدنا الغالي. ايه اكيد. هنيك تاسست. تمام. بلشت يعني وقت ما تعرضت للإصابة، وهنيك درست الموسيقى. كان في الأستاذ المرحوم الله أكرم علي عازف كمان، سلام لروحه. نعم. تمام. هذا كان يدربنا، والأستاذ عدنان الحموي. تمام. كمان كانوا يدربونا، وبعدين انطلقت لحالي. أنا صرت أشتغل وتعبت على حالي والحمد لله. تمام. يعني ما شاء الله عم تقول بتعزف عود وكمان شو كمان الآلات اللي بتتقن العزف عليها؟ الوترية كلها. حتى تمام. الكيبورد كمان بعزف شوي يعني، بس أكثر شيء اختصاصي عود. تمام. يعني منتصر شو رأيك أنت، قد إيه عم تستفيد من عمك الأستاذ محمد؟ ما شاء الله أستاذ كبير وخبرة عالية كتير، وهلا هي هوايتي من صغر. تمام. ودربت عند أساتذة أنا، بس الأستاذ اللي استفدت عنده ودار باله علي وجه له تحية كبيرة هو الأستاذ صياح عبد العال. اكيد. يعني قد ايه بتحس انه هيك نحن بناخذ قوه منهم كانت شخص، نحن اشخاص عاديين وهن اشخاص عندهم هالمهارات يعني قد ايه بتحس انه انا عم استفيد؟ قد ايه بتحس يا محمد انه عم تتعلم القوه منهم؟ والله شعور كبير يعني. شو بدي اوصف لك، انه بقعد معه بنسى كل شيء يعني، خلص انه موسيقى بتعلم منهم يعني. نحن هون امام عن جد نموذجين رائعين جدا. اهلا وسهلا فيكم. كمان اسمحوا لنا في معنا اتصال مع الاستاذ ماهر شمن. ماهر شباني، اهلا وسهلا استاذ ماهر، وهو المدير التنفيذي لجمعيه شمعه امل. يعطيك العافيه استاذ. يا اهلا وسهلا. حضرتك اختصاصي ارشاد اجتماعي. تمام. شو بتحكي لنا عن اليوم العالمي للاعاقه؟ طبعا يعني بالبدايه بدي احكي بصفتي مدير التنفيذي لجمعيه شمعه امل، طبعا بدي احيي ضيوفك الكرام الموجودين. اهلا وسهلا فيك. هلا. واخص بالتحيه للاستاذ محمد جندلي الصديق العزيز، يلي كان هو من الاشخاص الفعالين جدا بعده فعاليات سابقا، خاصه بالسنوات السابقه يعني 2018 19 20، فكان هو معنا. يلا رح نخليك تحكي مع شريك استاذ محمد. عم يوجه لك تحيه. تحياتي استاذ، كيفك؟ يسعد لي مساك. يخلي لي اياك، الله يسعدك. نحن بنكبر فيكم يا حبيبنا. طب خلينا استاذ نحكي. ماهر استاذ، شو الفعاليات اللي قمتوا فيها مشان هذا اليوم العالمي للاعاقه؟ طبعا نحن كان عندنا فعاليه بالمركز الثقافي برعايه وزاره الثقافه، طبعا مركز ثقافي بالمزه، وكانت الفعاليه يعني منوعه، فيها مجموعه منوعه من النشاطات ومن قصص النجاح اللي بتخص يعني بعض الاطفال يلي نجحوا باجتياز مرحله كثير مهمه، خاصه خلال السنة أو حتى سنوات سواء من بمجال صعوبات التعلم أو من مجال التوحد. يعني كان عندنا فقرات بشكل ما مميزة مهمة جدا. طبعا كان عندنا ضيوف من جمعية كل أطفال SOS، وأيضا يعني كانوا في عندهم مساهمة وإن كانت محدودة، إنما أن حبوا أن يكونوا معنا بهي الاحتفالية. حلو، يعطيك العافية. الله يعافيك. بالمجمل مجموعة الفقرات كانت هي مقسمة ما بين الفرع او الاداره الام للجمعيه، وما بين الافرع او حتى المكاتب اللي هي تبع الافرع. تمام. اللي بتخص الجمعيه. ونحن عم نشوف هلا مقتطفات استاذ ماهر، عم نشوف مقتطفات من فعاليه بسمه امل. تماما. فتماما هي كانت باسم بسمه امل فعاليه، وبعض يعني نحن كان عندنا فقرات عم تحكي عن أطفال تجاوزوا حكوا أهاليهم عن مدى النجاح اللي وصلوا له هذول الأطفال، وطبعا كان فيها شكل من أشكال التقدير والاحترام للمشرفات والآنسات يلي كانوا هن عم طوال السنة. نحن عم نشوف الأطفال مبسوطين أستاذ محمد ماهر، يعني مبسوطين ومتفاعلين معكم بالفعالية، فشو الرسالة اللي وصلتوها يعني من خلال هيك فعالية؟ نحن وجودنا بهي الفعالية هو وجودنا كمان هالأطفال، يعني نحن ضيوف عندهم، فكان بهمنا كثير نحن انه نوصل لهم رساله انه انتم اهم مننا وانتم افضل مننا، لانه انتم عم تحاولوا. حتى انا كلمتي بذات الحفل قلت هذا الكلام، قلت نحن الاطفال يعني هم عم يعلموا كل يوم درس عن مبادر وعن تحدي، هن كيف عم يحلوا مشاكلهم بنفسهم ولو كان في مساعده محدوده، انما
يعني قدرتهم وارادتهم عم تكون اقوى من ارادتنا نحن على الصعيد الشخصي حتى. فنحن بكل يوم عم نتعلم منهم درس، وهذا هي الرساله الاهم اللي نحن لازم نوصل لهم اياها، انه نحن منا معكم بس بمجرد فعاليه، انما نحن جايين اليوم جايين اليوم ضيوف لعندكم لنشوفكم، يعني هيك كانت الرساله الاهم، انه نحن جايين نشوفكم، جايين ناخذ منكم نحن بسمه الامل. يعني ايوه انتم اعطيتوهم، هن اعطونا بسمه امل، ويعني فعلا عم بيخلونا نبتسم مجرد ما عم نشوفهم مبسوطين، شمعه امل، فهن اعطونا بسمه من خلال هاي الفعاليه. تماما، فهي هي الرساله الاساسيه، انه انتم اللي بتعطونا البسمه، انتم الاخطر على انه تعطونا هاي البسمه بهي الفعاليه. استاذ محمد بتحب تحكي شيء مع الاستاذ ماهر؟ تساله شيء؟ بحب اقول له الله يعطيهم العافيه على جهودهم، وان شاء الله هيك بالاستمرار اكثر واكثر، ويعطي العافيه. الله يعافيك. فعلا يعطيك العافيه استاذ ماهر شبان، شكرا لكم وشكرا لمجهودكم، يعطيكم الف عافيه. وحضرتك المدير التنفيذي لجمعيه شمعه امل، اهلا وسهلا. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. يا هلا، اهلا وسهلا فيك. يعني حلو كثير انه هيك الفعاليات هاي اللي عم تصير عم تضوي اكثر، هن لازم فعلا نضوي نحن كل السنه، مو بس يوم معين، بس هذا اليوم خليه مثل جرس حتى يذكر الناس كمان. خلينا نرجع نحكي شوي عن الاعمال الاشغال اليدويه، ما شاء الله عم تلاقي وقت ما بين الرياضه والاشغال اليدويه والابداع، خلينا نشوف شوي من الاشغال اليدويه اللي بتشتغليها. انا بشتغل رسم على الحرير. تمام، هذا كله تعلمتي بالمهاد؟ معرفتها كمان جاي الاعياد الميلاد يا عين، هي من جو من وحي الاعياد يعني هدول. تمام، الله، حلو كثير هذا الشغل. هلا هلا الكاميرا بتاخذ الشغل وبنشوفه. تمام، هي الالوان كثير حلوه، الدقه بالشغل. قد ايه بتاخذ هيك وقت من حضرتك الشغل؟ مشان هو بتجي مراحل، مو مرحله واحده، عده مراحل بتجي لحتى تصير بهذه. طب هدول بتشاركوا فيهم بعدين بمعرض؟ يعني بتشاركي فيهم؟ انا شاركت عده معارض، شاركت ما يقارب العشر سنوات في مهرجان الباسل عن طريق جمعيه المعاقين. تمام، كمان شاركت بمعرض دمشق الدولي كمان لمده 3 سنوات، وبجمعيه البيئه. تمام، كمان كانت هيك، كانت ب يعني حتى بازارات بيصير، يعني عم تشاركوا فيهم ببازارات مثلا؟ كمان شاركت فيها كمان ضمن كان هيك عندهم مهرجان بجمعيه البيئه كمان. تمام، حبيت شارك كون معهم بهذا المهرجان. حلو كثير، يعني ما شاء الله بتتساعدوا كمان انتم كاشخاص، حدا بيساعدكم ولا كل واحد بينتج شيء لحاله؟ اسا انا كهواي، انا بالحاله هي هيك وهوايه، هي نتعلم نحن هيك شغله هوايه في ابداع واحساس. هلا ما شاء الله مثل عزفك استاذ، عم يوصلنا الاحساس يعني، وهون الشغل ما شاء الله شو في دقه وفي هيك رواق الشغل. طبعا خلال الحديث يعني رسمت صوره بالشغل بدماغي، يعني ما شاء الله تهيئ لي تهيئات حلوة جميلة رائعة جدا، يعني بأشكال كثيرة وألوان، وهلا بتناسب أعياد الميلاد. إيه الله الله، يعني هلا وقتهم هدول مثل ما شايفين نحن بمنتهى الروعة عن جد، وكل الألوان جايتي لنا. هلا هدول كلهم ما شاء الله بيتشابهوا بالشكل، بس لا كل وحدة كل وحدة أخذ موديل شيء، كل وحدة موديل، كل وحدة ما في وحدة بتشبه الثانية أبدا، ولا الألوان حتى. أنا مشان يبينوا كلهم هيك عم هو حلو انك حاطتي لنا الدبوس شوي عشان يبينوا اكثر. الله، حلو كثير شراشه كمان ما شاء الله عليك. يعني انا بينات ما تقولي لحدا، انا مثلا الابره وخيط يعني هذا ابني ما شاء الله هلا هيك ما شاء الله عليك. هذا حلو كثير كبير وبينفع مفرش طاوله يعني. تمام، هذا مفرش طاوله مو مفرش طاوله هذا. تمام، في شكل مدور وشكل كمان مستطيل حسب انه شفتي في قياسات هناك كلياتهم. خلي يشوفوا هالابداع مشاهدينا قد ايه حلو، في دقه بالشغل رائعه وحلوه. الله الله، يعطيكي الف عافيه. هذا هن بيعلموكم اياه يعني بالمعهد لحالك؟ هذا هوايه. هن هنيك بالمعهد شو بيعلموكم كشغل؟ انا تعلمت يوم مهنه الخياطه. الخياطه يعني من هيك جاي هي يعني بس انا ابدعت بالرسم اكثر. هو يعني كمان حتى الرسمات هون بترسموها؟ كلها انا كلياتها هذا. تمام، يعني مو بس الشك والتطريز، الرسمه مع التسييق مع كل شيء كلها. تمام، هي بدها الات ولا يدوي هذا الشغل؟ هاند ميد هذا؟ لا، صاير نحن في ماده تلوين ريشه والعصي هيك عصارات خاصه فيها الوان، وضلها ثابته هي الالوان.
تمام. رح مشان ما نغطي عليكم بال حلوين كثير، بس هي كبيره اخذت حجم هيك مضايقتنا. فهلا شو رايكم نرجع شوي ننطرب هيك مع عزفك استاذ محمد؟ عم نعزفك يا استاذ محمد؟ لا ولا يهمك عادي، لكن انا مسرور جدا. تمام شكرا، نحن المسرورين بحضرتكم واهلا وسهلا فيكم. يا ريت بس يعني شو بتحبوا تسمعونا هلا؟ تفضل. شكرا كثير اطربتونا، يعني انا والاستاذه الطاف قاعدين نغني معكم مبسوطين وكيفين. شكرا كثير على الاحساس الحلو اللي عم توصلوا لنا، يعطيكم العافيه. يعني شو بنوجه رساله استاذه الطاف لناس هيك يعني مثل حضرتكم، انتم عم تستثمروا فعلا طاقاتكم بشكل جيد، شو بنوجه رساله للناس حتى فعلا تستثمر طاقتها، ما تحس بالياس، ما يعني تطالع الشيء الحلو اللي عندها، تدور على الشيء الحلو اللي بتقدر تبدع فيه وتطالعه. نحن بنقول لهي الناس كل شخص في جواته شخص ثاني، جواتك ان الطاقه كامنه. تمام. على طول قلوب افكارك مثل ما عم تمر انت بظروف فعلا. انا عم مر بظروف فعلا، بس انا عم بقلب السلبي للايجابي. اكيد كلياتنا عم نقع وكلياتنا هذا، بس اكيد عم عزيمه. هي انت قولي عزيمه، عزيمه تحدي، تحدى نفسك. يعني على طول اقول للشخص تحدى نفسك، يوم تحدى نفسه هو خلص
عرف شو في جواته طاقة صار يبدع فيها. أكيد. ونحن أكيد أكثر شيء كمان نشوف نحن شو اللي منميل له ونحن لحالنا نبدع ونعطي فيه. أنتم ما شاء الله ما عم تخلوا مجال لجانب واحد تميلي له أنت والأستاذ محمد، يعني بالموسيقى عم يعني حضرته، بالرياضة حضرتك، بالأشغال اليدوية، بالرياضة، وأستاذ كمان هلا يعني ما شاء الله الخير لقدام. يعطيكم العافية. بس كمان اسمحوا لنا في معنا اتصال من طرطوس مع حلا ديبا وهي طالبة أدب عربي. يسعد أوقاتك يا حلا. يسعد اوقاتكم. اهلا وسهلا. يا هلا، يعطيك العافيه. نحن سمعنا يا حلا، خلينا نتعرف شوي عنك كمان، حضرتك طالبه ادب عربي، شو بتحكي لنا عنك يا حلا؟ اول شيء يسعد صباحكم وشكرا كثير. وانا طالبه ادب عربي سنه ثانيه عم ادرس هون طرطوس، وانا كثيفه من لما كان عمري 5 سنين. ومع هيك الحمد لله يعني قدرت اتجاوز كل هيدي الظروف ووصلت لهون. يعني حلا كمان في معلومة حلوة، نحن اليوم إذا عم تحضري حلقتنا في معنى شخص الأستاذ محمد عم يعزف لنا على العود، في معنى السيدة ألطاف كمان عم يعني أشغال ورياضة كمان، نحن سمعنا أنه عندك أنت صوت حلو، شو رأيك تسمعينا صوتك؟ يلا يلا تفضل. تفضلي يلا. حبيب الهوى أعشاقنا الغريبة، ما ينفعني دوا إلا عناق الحبيبة. حبيب الهوى أعشاقنا الغريبة، ما ينفعني دوا إلا عناق الحبيبة. يا من ياخذني دارا وأقول منك كملي يا حلا، نحن عم نشاركك بالعزف إذا معنا. كملي. روحت أنا روحتي بالسارة، قالت لي بردك فين، بردي بالسماء ومعلق النجمة. قالت لي يا خسارة هونيك بالمدارة، ما يلتقون الله. إذا بتحبي تغني، شفتي أنت مع أحلاها ضيوفنا اليوم حبوا يشاركوك يعزفوا لك، هيك شو رأيك؟ أنت عم تتابعي كمان بالموسيقى ولا بس بتغني؟ هلا أنا بس سماعي هذا، ما شاء الله ماني عم أتدرب يعني بس سماعي. بس حسيت الموضوع يعني أنهم طرطوس وهيك، بس هلا ما مش الحال. لا بده يمشي، لانه ما شاء الله عندك خامه حلوه كثير، واذا هيك بتتعبي علي ما شاء الله. أكيد واذا أكيد كمان بتتعلمي العزف، هي الاستاذ محمد وهو استاذ موسيقى عم يقول لك اكيد بتوصل. واي خدمه لاي كفيف انا جاهز. سامعه يا حلا؟ اكيد، بس هون يعني عندنا بطرطوس انا بصراحه وعدت كذا شيء، بس لسه لهلا ما مش الحال يعني ان شاء الله وما زالت وعود. في عند الاستاذ عبد الله سعد كمان. اسمعي حبيبتي حلا، عم يقول الاستاذ عبد الله في عندكم بطرطوس كفيف استاذ عبد الله سعد. تمام، بامكانك تستفيدي منه ان شاء الله. هيا حلا، وحطينا لك البوصله، الاستاذ محمد وجه لك البوصله، فتوجهي وحرام تروحي هيك موهبه حلوه عندك يعني بالاضافه لدراستك. أكيد اكيد انا اكيد بدي عم اسعى لحتى اني اتدرب ويطلع شيء حلو، لانه انا كمان يعني عندي مجموعه على الفيس وعندي على صفحتي بنزل دائما مقاطع يعني الناس. برافو. بدها تسمع شيء حلو اكيد. برافو. لا وعندك صوت حلو كثير، شكرا لك ويعطيك العافيه. بتحبي توجهي شيء؟ عندك اي مشكله بتحبي تقوليها؟ بتحبي توجهي رساله لاي حدا؟ تفضلي. انا بالبدايه اول شيء بس بدي اشكرك، وبدي وجه رساله لاي حدا عنده مشكله. ما تخلي هيدي المشكله توقف بطريقك، ما تخليها انك تكون عائق بطريقك، كفي حياتك طبيعي، لانه ما فينا حدا كامل بالحياه. كلياتنا عندنا مشاكل، اذا مشكلتك ظاهره مو يعني انه انت مانك كامل او فيك شيء او تتخبى من الناس. بالعكس، واجه الناس وطلع وما تخبي حالك،
ما تخجل بحالك، واللي بده يتمسخر ويصير لك ويشفق عليك او يصير لك يا حرام قل له يا حرام عليك يا عمري. يعني انت شكرا لك شو هالحكي الحلو من حلا الحلوه. شكرا يا حلا. تسلمي تسلمي. شكرا لك، ان شاء الله صوتك اكيد وصل. شكرا يا حلا. شكرا حبيبتي. هلا حبيبتي اهلا. يعني نحن على جد مثل ما بنقول عم نتعلم منكم. شو رايك يا منتصر؟ اكيد ما هذا الحكي قد ايه عم يعطي طاقه حلوه. ان شاء الله كل اللي عم يسمعونا واللي يحضرونا اللي صايبون ياس اللي صايبون احباط اللي مو عارفانين كيف يتجهوا صح انه يدوروا دائما مثل ما قلنا على شيء حلو يشتغلوا عليه. طب خلينا نحكي هلا على الصعوبات اللي بتواجهكم شوي. انا حابه نضوي على هيك موضوع، شو بنطلب نحن، شو الصعوبات اللي عم تواجهكم. خلينا نبلش من عندك استاذه الطاف. صعوبات اي شخص فينا هو بيعمل صعوبات، هو بحط العصي بالدواليب صح؟ تمام. بس نحن في صعوبات كاشخاص ذوي الاعاقه، نحن انا بحكي كاشخاص ذوي الاعاقه الحركيه، نحن اكثر شيء عم نعاني المواصلات. مواصلات حتى أكبر يعني أكثر شيء. ماشي سهلوا لكم فعلا الطلعه او كذا والمواصلات. نحن هي اهم شغله عندنا يعني انه المواصلات. اساني شفتي الاسعار كمان غليت بالنسبه للتكاسي لهذا. نحن بنتمنى انه هون التوجيه انه للمواصلات اكثر شيء، ان شاء الله يكون في نقل خاص او شيء ان شاء الله. استاذ محمد شو بتحب تحكي، شو الصعوبات اللي عم تواجهكم؟ والله هو الصعوبات بشكل عام انا بدعي وبناشد رب العالمين وبناجين انه هيك يفرج على هالبلد علينا على الناس كلها ويغير الحال بالاحسن يا رب، لانه الوضع يعني هيك يعني تعبنا كثير. وان شاء الله يا رب الازمه بتمر على خير. ان شاء الله يا رب. يعني هي الازمه على الكل ان شاء الله بتمر باذن الله. مثل ما مرقت سوريا هي الحرب واثارها، ومن اثار الحرب استاذ الطاف انه شو عملت حالات اعاقه كثير. يعني مو فقط كنا نشوف بس خلقيه، كنا نشوف ناس هي. اما الحرب للاسف وخاصه كمان نوجه تحيه لابطال الجيش العربي السوري وجرحى الحرب اللي ضحوا باعضاء من جسمهم فدا الوطن يعني كمان. فهون صارت لازم فعلا نحن نهتم اكثر لانه صار في عندنا نسبه كمان اكبر ان شاء الله. طيب هلا من خلالكم عفوا من خلالكم بوجه رساله للعسكريين للشباب، اي حدا اصيب بالكفف يعني عنده كفف اصيب من جديد انا جاهز لمساعدته باي يعني امر إن كان سواء يعني. بالحركه بالتنقل بالاراده بالموسيقى يعني انا مستعد ساعد اي كفيف جديد. تمام. هلا في جمعيه استاذ محمد حضرتك يعني بتشتغل فيها؟ في جمعيه المكفوفين، رعايه المكفوفين، في اكثر من جهه كمان بشتغل لهم المكفوفين يعني. تمام. انتم كيف تعاونكم مع المؤسسات الحكوميه او غير الحكوميه التطوعيه المجتمعيه الاهليه؟ كيف عم بيصير تعاون مثلا بيناتكم؟ في نشاطات عم تصير وهيك عم يشتغلوا الله يعطيهم العافيه. تمام. بس اكيد بنطالب اكثر واكثر طبعاً ان شاء الله طبعاً اكيد لانه بتستاهلوا اكثر. شو بتحبي كمان تحكي عن هيك مثل ما عم نقول التعاون؟ انت باي هلا جمعيه انت حضرتك منتسبه هلا لشي جمعيه؟ انا لا انا بجنب بشتغل بس مع جمعيه البيئه. تمام. عضو بنشاطات بجمعيه البيئه. تمام. ايه كمان انسه مثل جمعيه البيئه بنعرف ان هي بتشتغل بالبيئه بس كمان عم بتضوي على الاشخاص ذوي الاعاقه بالدمج. يعني من فترة كان عنا نشاط نحن ودعينا أشخاص ذوي الإعاقة للنشاط، بالعكس حتى هن انبسطوا كتير وصاروا يقولوا أي نشاط ضمن البيئة كمان يكون فيه كمان يعني غير جمعيات الخاصة بالإعاقة كمان في شيء حلو أنه عم يصير. وكوني أنا كمان ممثل على الإعاقة الحركية حلو كمان يعني كمان عم وصل هاي الاصوات للمجلس يعني هذا الحلو كثير. هذا الاكيد يعني استاذ محمد الرساله اللي وصلتها شكرا لك. يعني عم تقول اي حدا عسكري اي حدا كفيف اي حدا يعني هي مثل رساله حلوه. شكرا لك كثير يعني هذا يعني هي التكاتف هذا اللي مطلوب فعلا. انا هيك انشئت وهيك تعلمت. شكرا لك يعني هيك تربيت اني ساعد الغير يعني. شكرا لك. يعني هلا خلينا نرجع لعندك استاذه الطاف. نحن شايفين الشهادات هدول لحضرتك هدول، خلينا نحكي كيف اخذتيهم وشو البطولات اللي شاركتي فيها. تفضل. انا شاركت بطولات جمهوريه كلياتها مراكز اولى. هي الشهادات كلياتها مراكز اولى. هي بس قولي لنا هي بشو ببطوله شو القوى البدنيه؟ القوى البدنيه ما شاء الله يعني القوى البدنيه تقريبا كله ما شاء الله عليك الناس كله تقريبا كله مركز اول بكل البطولات. تمام. هي كمان قوى بدنيه ما شاء الله حتى عم يحددوا الوزن والهي انا مثل ما انا شايفه في وزن يعني كله دقه ونظامي اي ما شاء الله
لازم لكن استاذ محمد يطلع لكم كمان شهادات على الموسيقى كمان نحن نطالب لكن في هيك استاذ محمد في تمام هي العاب قوى نشوف ثاني هي اللي مكتوب بوزن 55 شو يعني بوزن هي كان يعني وزن الجسم وزن الجسم هي كان وزني متى 55 ما شاء الله عليك تمام في الوحده غير مثلا البطوله حتى المحافظات انت يعني مو بس مثل ما لاحظنا حضرتك من محافظه السويداء لا انا اصل وين؟ سكان دمشق سكان دمشق اصل السويداء بس سكان دمشق اوكي يعني مشاركه بدمشق بطرطوس وهون بحمص حسب المحافظات بتجي عليها البطوله يعني في كل قد ايه وقد ايه في بطولات لكم نحن كانت تنقسم بطوله هي بطرطوس اول السنه واخر السنه بس تمام. شفتي بسبب الكورونا والحرب كمان وجهت الله كمان بس السنتين هدول خفت تقريبا على الاخير يعني طالب الوضع الاهتمام اكثر بالرياضه الخاصه هو هيك يعني عن جد عن جد في استاذ محمد عندك شهادات عندك ميداليات بطولات اخذت كمان هيك كمان كله عم يطلع معي قوه بدنيه هي رمي رمي قرص اجمعكم اياهم كلهم جايب لنا شيء معك هدول الميداليات لك استاذ محمد خلص هلا هي ريشه طائره ما شاء الله يعني نحن بتخلص الحلقه ما بنخلص هدول ما شاء الله عليك وفي كمان في معي شهادات تحكيم شهادات تصنيف شهادات مدرب كمان بدرب قوة بدنية بنادي الأمل ما شاء الله عليك الله يعطيك العافية منتصر شو نعمل أنا وياك لازم قديه نشتغل ما شاء الله حتى نوصلكم أستاذ محمد ما قلنا غير تطربنا مرة تانية مزعجك أستاذ محمد من عيونك تسلم عيونك شكرا لك زوجتي العزيزة ونحن كمان وجه لتحية يعني خلينا لك عندكم أولاد أكيد كم ولد عندكم؟ عندي أربعة الله يحمي لك ياهن يا رب كلهم بدهم يعزفوا موسيقى من وراء هذا العزف الحلو كلهم بدهم يتعلموا إن شاء الله بنوجه تحية لعائلتك أكيد لأهلك اللي دعموك بما أنك جبت سيرة العائلة فنحن قدام لازم نوجه رسالة قدي دور الأهل لازم يكون كبير خلينا شو بتحبوا تحكوا تفضلي أستاذة ألطاف أول شيء قدي دور الأهل أول شيء بيبدأ غير المجتمع بعدين نطلع دور الأهل الأسرة هي النواة الأم والأب نواة للأشخاص طبيعيين أو الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا أنا أهلي كانوا نواة حقيقية الله يرحم والدي كان سند لي كل ما بدي ساوي شغلي يقول لي بابا طلعي لا تخافي روحي يعني كان السند لي أنه طلعي فعلا سند يعني أنه يعطيني التشجيع شو ما بدي ساوي يوم أخذ تقريبا مركز أول إجي خبره والله هو اخذه بينبسط كانه هو اكثر مني بينبسط اكثر مني هيك الله يرحمه والوالده كمان كانت كمان كثير تسندني تمام يعني لازم نقول استاذ محمد للاهل لا يخجلوا لا عندهم اعاقه لا يخبوهم لا حد بالعكس يحطوهم بالمحل الصح اللي بيستفيدوا يتعلموا منه بالعكس يشوفوا حالهم فيه يدعموا لانه بيطلع منه وهو قادر فعلا يبدع اللي بيخبوا الفئه من الناس هي الاطفال هي في انا بعرف يعني شخص خبوه اهله فصار عنده قصور عقلي لا اله اي والله ف
يعني رغم انه هو كفيف صار عنده قصور عقلي. مو حرام هيك؟ طيب شو بنقول نحن للناس ليه هيك؟ خبوه، شوفوا تفرجوا اي حدا معرض لا سمح الله، ونحن شفنا الحرب وشفنا يمكن حادث مثل حضرتك قلتي حادث سير، يعني هي يعني اراده الله وصارت. نحن شو لازم نعمل؟ نحن لازم بالعكس ندعمه ونساعده، مو لازم نعمل هيك. شو بتحب تحكي استاذ محمد لانه خليها توصل هي الرساله؟ اكيد مثل ما حكيت لك انه رساله لكل انسان عنده شخص طفل معاق يساعده ويحاول يوصله لطريق النجاح، لا يعني لا يخجل لا يخجل ولا يستعار منه، يعني انه يخجل بحاله ويقول هذا بلوي هذا كذا هذا علي، لا لا، سواء بنت كفيفه او معاقه او ولد مقعد او كذا، معلش اعطيه ساعده، حاول انك توجد له طريق لانه يكون انسان مفيد بهالمجتمع بهالحياه، يعني فعلا. ما يكون عالي فعلا. عليك ما تفكر يوما ما انه الحاله هالاصابه هي الامتحان هذا حيكون عالي عليك. لا اكيد هو استاذ محمد اي حدا مثل ما قلنا معرض، واي حدا بحاجه دعم ان كان شخص معاق او مو شخص عادي، ان كان دعم نفسي دعم معنوي دعم اجتماعي، يعني الكل بحاجه كلياتنا. شو بنقول لذوي الاعاقه؟ شو بنحكي خليهم كيف لازم نحن كواجب مجتمع كيف يندمجوا معنا؟ شو بنقول للمجتمع لشخص المعاق كمان؟ نرجع نوجه له رساله، بوجه له رساله انه امن بذاتك اهم شيء فعلا، امن بذاتك، بس امنت بذاتك ثقتك بالنفس قويت، طلع للمجتمع ولواجه. أكيد أستاذ محمد شو بنوجه رسالة كمان؟ بوجه رسالة إنه شو بدي أحكي، يعني ما شاء الله أنت حكيت وكفيت وكفيت، بس أنا قد ما حكيك حلو حابة يسمعوا الناس، لأنه ما شاء الله عليكم، يعني أنتوا ما في داعي تحكوا، أنتوا جايبين إنتاجكم قدامكم، أنتوا جايبين شغلكم، ونحن كمان قبل ببرنامجنا أنا قادر استضفنا كتير حالات أبدعت بمجال الكمبيوتر، أبدعت بالرياضة، أبدعت بكل المجالات، وكانت أقدر فعلا من الإنسان العادي. هو هون بس يقرر أنه هو قادر ويلاقي الدعم بإذن الله بيطلع منه فعلا. يعني كمان نرجع لعندك، شو بتقول كمان يا مصطفى؟ يعني منتصر، انا دائما منتصر محمد. يعني انا بقول انه صعوبه الحياه هلا تمام، مثل ما قال عمي سابقا انه ما فينا غير ندعي نقول الله يبعث لنا ايام احلى من هاي اللي شفناها، والله يفرج على الجميع وعمي انا واثق فيه انه اي حدا بيطلب منه المساعده للكل ان شاء الله اي حدا بيطلب منه المساعده ما بيقصر اتجاهه. تمام شكرا يا إلا. يعني اليوم هيك كثير امتعتونا واستمتعنا بالحديث واستمتعنا يعني اللي جايبينه وشفنا انتاجكم الحلو، يعني كثير بنتشكركم، بنتشكر حضوركم وانكم لبيتوا دعوه التربويه السوريه. يا اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا. بتحبوا تحكوا شيء قبل ما نختم مع حضرتكم؟ نحب نتشكركم، اهلا وسهلا فيكم، بالعكس واجبنا نحن. يعني بس رح اذكر اسماءكم، حضرتك السيده الطاف مطر ورياضيه وفنانه تشكيليه، اهلا وسهلا فيك. استاذ محمد الكنيه انا شو هي؟ جندلي. جندلي انا عم اقول جندلي. اوكي استاذ محمد جندلي اهلا وسهلا فيك، حضرتك رياضي عازف ومغني، وكمان بدي اشكرك يا منتصر، شكرا لك منتصر بالله عدنان البارد، شكرا لك، يعطيكم العافيه. رح اختم مع مشاهدينا، بس رح نرجع نسمع معزوفه منكم ونختم في البرنامج. مشاهدينا لازم نكون فعلا انسان ناجح، يعني الانسان الناجح هو اللي بيشحد ارادته والى اقصى حد، فالنجاح والتميز ما بيجي بدون جهد وبدون عزيمه وبدون قوه. نتمنى ان تكون حلقتنا نالت اعجابكم، نتمنى ان نضلنا ايد واحده. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، الى اللقاء.